الاطفال بمراسيم جيون والجنون فنان يرسم عشاب يخدود مليان دموع يحصد الارواح ويروح من غير من وين رايح من وين جاي سحيت عجنون رسم له اسهم دخول تفضل معي عالبداية اعلم اننا في دولة قالوا لنا في سلطة يلا جربونا بديمقراطية يلا فلسطين في انتخابات حرة استنى بعلي في علامة سؤال تدوي بقوة منذ متى الديمقراطية تيجي قبل الحرية سألت الأمة بس سؤالي طفى بال ادواوا الكاميرات عشان كانوا عقفة من يشيل الأحداث مسلطين عدسات الشعب ماسك ورا عشان اليوم يوم عطلة في انتخابات الكل مدندن طول الدنيا سامع طرب بطريقه للبوكسة أنا محضر تمثيلية مثلناها منيح فريق نزل فريق طلع طيب فريق لازم يزيح تمثيلية كان الهني هي مفاجئة العالم فكر ما تصير زعلوا منا صارت مقاطعة أنا بناديها تهزيل هذا البداية البدنا يا واحنا ما فهمناش ايش بيصير هي ليش الجماعة زعلانين غريب عجيب فكرتهم كيفين على تقرير المصير هي الوجه المفروض لبس توب التكشير اقتراعنا مرفوض المقاطعة تحت التنفيذ تقول الاحتلال العقود ما كفى فنفوذ العالم يد وحدة التفى بفلسطين الجوع اتفشى واحنا جوعنا فتوحمنا الحم بعضنا طعجنا بوزن فرود عوجونا وعزنا ضغطنا عصرنا تلنا صريخ خلص تتعبيش احنا بنصفي حالنا بحالنا ولما تبكي عشان ابنها انقتل من اللي كانت تناديهم زلمنا هذا البداية اللي بدنا يا كان يتفنن أن عنا النهوب يتهلم مسكين خضينا بعملنا البربرية هو من العالم متحضر متعود ينسب طريق غلط جوية متعود ما يتطلعش ما يتأملش بنين الضحية بيتحملش المنظر بتحضر صار عنده مذابح اوتوماتيكية هلا عامل حاله زعلان على الوضع على القضية بيبكي بعين والتاني مشغلها بغمزة صهيونية فلسطينية أصبح عندي الآن بندقية خذوني معكم بس مش لحرب أهلية فلتوا العصبية في البيت احنا مش ناقصين يا عم اطلقتوا صراحي جاهلية في الوطن والجالية عطتنا دم شفت جنون راح ينكتب بالتاريخ سم كله مسموم واحنا بنحمي معلقة فيها سم ناخد جرعة بنمشط وبنروش كنا بدنا سلام مع العدو ولا بدنا سلام مع حالنا بنمشط وبنروش شو صار في الشعبية